في باكستان قتل ما لا يقل عن 20 شخصا كانوا على متن حافلتين في جنوب غرب البلاد في هجوم شنه مسلحون مجهولون على هؤلاء الركاب فأرغموهم على الترجل من الحافلتين قبل أن يعمدوا إلى تصفيتهم بحسب ما أعلنت عنه السلطات المحلية. وكانت الحافلتان في طريقهما إلى مدينة كراتشي عندما تم اعتراضهما ونجحت قوات الأمن في إنقاذ 5 ركاب بعد تبادل لإطلاق النار وقامت بمطاردة المهاجمين بعد أن لاذوا بالفرار.